حبيبي بالنسبة للحكم يعني أصبحت ضرورية جدا، لأنه العملية الآن المعاملات والمراجعة يعني إذلال للموظف، إذلال للمواطن. يعني صدقني أنا كمدرس، أي أنا مدرس رحت راجعت قبل فترة، يعني أحس التربية اللي هي دائرة المفروض مخصصة أن إذلنا. يعني شنو وين 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 شعرت، وين شعرت أنه أكو إذلال؟ مثلا معاملة نقل، الله يشهد أن نقلت ست أشهر أنا ما بين محافظة ومحافظة. ذاك اليوم زوجتي تقدمت على معلمة جامعية، نعم، الصدور البغداد ودينا وثيقتها ورجعوها، الدور تعال جيب وثيقتها مال المعهد وديناها بالحلة، هي تروح المعاملة البغداد وبغداد تدزها للحلة والحلة ترجعها مصادقة البغداد ومن بغداد ترجعها للنجف. ما كنت شو وضعية بالعالم يعني هذه محمد احنا 2022 2023 البارحة رحت تناولت جازة مال السوق استاذنا، اي لو اطول عليك، اي لا بالعكس، تدري المسافة من بيتنا للمنطقة مال المرور تقريبا حوالي 20 كيلومتر خارج النجف. نعم رحت والله شهر يلا سويت المعاملة. زين احنا المواطنين من ما تسوي الاجازة يعاقبوك يغرموك، تروح تسويها تنزل والله وما تقدر تسولف ويا اي موظف بسيط، يعني اذلال. يعني انا اتمنى من السيد وزير الداخلية من المرور ان ما يحاسبون بعد، وصدقني سالم قسما بالله لو ادري شو المعاملة ما اروح خلع يغرمون 30 ولا هالذلة. طيب يعني انا اربع مرات اروح، انا رجال عمري 56 سنة اطلع من الدوام يعني من الصبح اروح اداوم اجي اصلي اتغدى واروح للمعامله وارجع. البارحه رجعت بالخمسه جايب الاجازه مال السوخ وكانه انا منتصر، ضحكوا قلت له عم بيقول انه احنا يجيب المرور يحاسبك. هسه انا رجل كبير يقول لي انت رجل مدرج وما لا جاتك ما مجددها مو يحاسبني وعيب عليك. محمد استاذ محمد اذا تسمعني انت من رحت يعني رحت مره واحده كملتها لو اكثر من مره؟ لا والله اربع مرات. شنو السبب رجعوك؟ بس انطيني الاسباب. رحت للمرور. اي اول روحه احكي لي عن اول روحه. قال ما عندنا اشاره. رجعت. بس لحظه استاذ محمد، اول مره ما عندهم اشاره، اشاره مال شنو؟ مال الانترنت ما اعرف شنو ها يعني الانترنت ضعيف. ماكو قال. طيب. اسبوعين رجعت، لقيت لك الناس كتل تعرف تاخرت اجاي. اي. انطيت المعامله، انطوني الورقه، رحت الدور فحصت. ابر قال يومين ترجع، رحت ابر يومين لقيت المعامله واصله. طيب سويت الاجراءات وساعه والله العظيم فوق الساعتين تعرف بصموا منا ورجع وروح دقق منا ورجع كملت دفعت فلوس ما ادري شنو اجيت للاستلام قالوا ماكو اشاره. يعني نفس السبب تقصد؟ الله يشهد ورسوله هاي اسولف لك. لا 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 بالعكس هذا مرور النجف صح؟ اي تمام. انا اشكرك استاذ محمد وشكرا لك وشكرا لهذه المداخله.